السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم وصفحتكم صاحب الكرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طوارئ في أون سبورت بسبب خناقة شوبير وصديق إبراهيم فايق. الخطيب يظهر العين الحمراء لأمير توفيق بسبب المهاجم. قائمة مرتضى منصور للفوز بإدارة الزمالك. طيب أستاذنك يا صديقي العزيز، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو في كل مكان، ما تنساش تشترك في قناة اليوتيوب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعمل فولو صفحة الفيسبوك. طبعا انتوا شفتوا الاعلامي كابتن احمد شوبير طلع اتكلم سواء في الراديو عنده او في القناة برنامج بتاعه، يعني عن ان في احد الصحفيين كان بيتكلم عن اصابة امام عاشور، وقال ان هي اصابة تقريبا مزمنة وان هي هتستمر وان فترة معالجته كبيرة وانها تعود وان مش عارف هتقعد 4 ولا 5 شهور وقصه كده. ساعتها انا طلعت اتكلمت معاكم اللي يفتكر يعني، وقلت لكم يا جماعه امام عاشور ما عندوش اي اصابه مزمنه، مفيش اي تقارير طبيه بتقول ان هو عنده اصابه مزمنه، واللي بيقول لك هو ميتلاند سابه ليه ومش سابه ليه، اصل في صحفيين طلعوا قال لك ايه، مع كامل احترامي لاخواتي الصحفيين كلهم انا بتكلم على جزء معين منهم، زي ما في يوتيوبرز زينا برضو بيطلعوا يتكلموا في كلام مش حقيقي. المهم احد الصحفيين يعني طلع واتكلم وقال الكلام ده كله، وانا طلعت كلمت لكم يا جماعه مفيش اي مصادر بتقول كده، والصحفي اللي طلع اتكلم قال ان ميتلاند استغنى عن امام عاشور علشان هم عرفوا ان عنده اصابه مزمنه فقالوا مش عايزينه، ده ما حصلش. امام عاشور هو اللي قال لميتلاند انا مش هينفع اكمل معاكو، انا مش قادر اتاقلم، مش قادر اعيش بره، عايز ارجع مصر، عايز اعيش وسط اهلي، مش عارف حتى اتكيف على اللغه. وميتلاند وافقوا والموضوع خلص يعني. ف كابتن احمد شوبير اتكلم في القصه دي وقال تقريبا احد الهبيده او صحفي هبيد او حاجه زي كده. المهم الصحفي ده اللي اتكلم عنه كابتن احمد شوبير هو احمد عبد الباسط، رئيس تحرير برنامج جمهور الثالثه بتاع ابراهيم فايق، والمفروض ان هو كمان صديق مقرب لابراهيم فايق، عشان كده يمكن في العنوان قلت لك صديق ابراهيم فايق، ما قلتلكش حتى رئيس تحرير برنامج ابراهيم فايق. المهم طلع النهارده احمد عبد الباسط واتكلم عنده في لايف لمدة 15 دقيقة عن أحمد شوبير، واتكلم بأسلوب بصراحة يعني أنا شايف إن هو غلطان 100%. واحد يقول لي ما شوبير قال عليه هبيد وهبيدة والكلام ده كله، بص هو يعني هقول لك، بس أنا بس عشان برضه ما أبقاش بقصه على أحمد عبد الباسط، بس أنا أقول لك أنا شايفه غلطان ليه. هو دلوقتي كابتن شوبير طلع واتكلم وقال هبيد وهبيده ومش عارف ايه وبتاع، من حمقته على النادي الاهلي متضايق، مش عايز امام عاشور كلاعب كره يطلع عليه سمعه انه عنده اصابه مزمنه، ايا كان الوضع يعني. فاحمد عباس طلع بعد يقول لك انا خلاص هركز لك وانا مركز معاك، وانت اللي هتزعل مني وانت اللي مش تزعل مني، وخلى الموضوع شخصي قوي وشخصن الامور، وقعد يتكلم ويقول لك بتقول اي كلام وخدها مني على الضمان، برمضان صبحي في الاهلي ورمضان صبحي جه على بيراميدز انت قلت مش عارف ايه كذا وده ما حصلش وده ما حصلش، انا خلاص هركز معاك بعد كده، وفي الاخر انت لا تزعل مش انا اللي ازعل، وانت عارفني كويس وانت عارفني كويس. اولا كابتن احمد شوبير عمره يتعدى 60، واحمد عبد الباسط في الثلاثينات من عمره، فاول حاجه انا بوجه رسالتي برضو لاحمد عبد الباسط، هو في الاخر صحفي مجتهد وبياكل عيش وبيسعى لرزقه والكلام ده كله، وانا قابلته شخصيا وتعرفت عليه، وهو الراجل ما شفتش منه غير كل احترام بما يرضي الله والله. يعني قابلت كابتن شوبير وقابلت احمد عبد الباسط وقابلت ابراهيم فايق وقابلت سيف زاهر، يعني غير ناس تانية كمان قابلتهم، قابلت الاربع شخصيات دول، و يعني عشان نكون واضحين وصراحة يعني كان أقل حد فيهم كان ودود، ده معلومة بس كده، أو كان لطيف، أقل حد كان إبراهيم فايق، معلومة بس.
ابراهيم فايق كان اقل ظرفا فيهم، يعني خلينا اقول الكلام مجمل شويه، مش بقول ان هو على المستوى الشخصي وحش او كده، لا خالص، هو كان اقل ظرفا، اقل ترحابا، بقيه الناس يعني مرحبين جدا، كان اكتر اتنين مرحبين بصراحه كابتن شوبير وكابتن سيف زاهر بصراحه، مع انهم ما كانوش يعرفوني. كابتن سيف زاهر قابلته مرتين، كابتن شوبير قابلته مره واحده. المهم، فاول حاجه كابتن شوبير في مقام والدك يا استاذ احمد عبد الباسط. تاني حاجه، انت طلعت اتكلمت بصوره قاسيه قوي وبطريقه مش لطيفه خالص على كابتن احمد شوبير. ثالثا، انت طلعت تبرر موضوع، انا بكلمك كاخ يعني، انا ما اعرفش اشوف فيديو ولا لا، بس اكلمك كاخ. انت طلعت اتكلمت في موضوع امام عاشور، وطلعت في الفيديو بتاعك اللايف بتحاول تبرر ان انت قلت معلومه او كان في تصحيح، خلاص اطلع اعتذر وخلاص لجمهورك حتى. مش لازم نبرر الغلط، لو انت كنت شايف نفسك غلطان اطلع اعتذر، وانت غلطت في الخبر بتاع امام عاشور، وزميلك احمد شوقي غلط في خبر امام عاشور وخبر كهربا واخبار تانية، وبتغلطوا عادي وكلنا بنغلط، انت او ريهام او احمد شوقي او انا او الهستيري او اي حد، ساعات بنغلط في اخبار بنطلع نصحح. ما تشتريش عداوه حد وانت بتحط راسك براس احمد شوبير. احمد شوبير انا مش بقول ان انت قليل وهو كبير خالص، كلنا اولاد تسعه، بس احمد شوبير رمز من رموز الاعلام الرياضي في العربي، في على مستوى الوطن العربي، وانت راجل لسه بتبدأ مستقبلك، فما ينفعش تشتري عداوة حد كبير زي ده ولا بالحجم ده. حتى لو هو يا عم غلط فيك، قد ابوك، بينك وبينه في القناة ما انت بتشوفه عاتبه، ينفع كابتن كده ومش ينفع كابتن كده يعني كابتن احمد شوبير هو اللي مطلع ابراهيم فايق اللي هو مطلعك اصلا، فهو ليه فضل على الراجل اللي انت بتتحامى فيه او بتطلع معاه اللي هو ابراهيم فايق، فعيب، ما يصحش كل اللي انت قلته عيب. انا يعني مش هجادل حد في الامر ده، انت غلط جدا، هو ما غلطش، هو غلط كابتن احمد شوبير رمى عليك هبيد، ما لهاش لازمه اللفظ ده، انتوا في الاخر في قناه واحده، بس كان ممكن بينك وبينه زي عتاب ابن لابوه ينفع كده كابتن شرطه عليه هبيد يعني، انا ينفع ده راجل ما اعرفش يعني، ما علينا. فالمهم يعني في كلام ان هيحصل الفترة الجاية تنقلات في اون سبورت، وفي اقالات وفي ايقافات وفي كلام ان يعني هيحصل كلام بين ابراهيم فايق واحمد شوبير على القصة بتاعت احمد عبد الوسط، وما يكونش موجود، لا يكون موجود، لا انا مش هشتغل من غيره، لا هشتغل بغيره، قصة كده هعرف كواليسها واقولها لكم ان شاء الله. طبعا كابتن محمود الخطيب متضايق جدا بسبب موضوع المهاجم، وجابها على بلاطه لامير توفيق مع كامل احترامي للجميع، والناس كلها عارفه وكله خلاص عارف ان امير توفيق لو ما خلصش في مهاجم في الصيف ده مش هيكون موجود كمدير للتعاقدات في النادي الاهلي. شكرا شكرا، من الاخر هما كلمتين، يا امير هتجيب مهاجم الصيف ده، ما عرفتش تخلص في مهاجم مالكش مكان كمدير تعاقدات، مش هيمشي، هيخش شركه الكوره بس مش كمدير تعاقدات، هتسيب الملف ده تماما، لان كان في قائمه فيها 10، تامن مهاجم اللي هو الصفقه التامنه اللي كان خلاص ورقه بيخلص باظت لسه من شويه، فاضلش غير اتنين، تامن مهاجم صفقته باظت. كلام ان بعد التعليق اللي قاله الاستاذ مرتضى منصور انه هينزل بقائمه ولكن مش هيترشح، هو القائمه هتكون احمد جلال ابراهيم على مقعد الرئيس، احمد مرتضى منصور عضو، وايضا هيجيبوا شويه يعني هاني زاده اعتقد كمان هيكون موجود، و كان في اسامي كتيره والله، بس مش كنت متذكرها بالظبط، وفي كمان تقريبا المندوب الحسيني تقريبا لو انا فاكر صح، انا فاكر لو انا فاكر الاسم صح اصلا، تقريبا هيكون امين صندوق. في كلام عن الحسيني سمير، وفي كلام كان عن حد في قائمة أحمد سليمان القديمة، أنا ناسي اسمه، كان هو على مقعد النائب، اسمه هاني حاجة، والله ناسي اسمه أقسم بالله، يعني ففي كلام كده إن القائمة دي بتشكل، وغالبًا في خلال الأيام هنعرف هي نازلة ولا لأ.
كان مع اخوك عمرو عاطف في قناة صفحة صاحب الكورة. اشوفك ان شاء الله فيديو جديد. سلام عليكم.